ان ايام الملك ما كانش فيه مجانية تعليم، كانت صفو بس اللي بتتعلم، والناس اللي ما كانش معاها فلوس يا اما كانت بتروح الازهر او ما بيتعلموش اصلا. مجانية التعليم ادت فرصة لناس كتير ومبدعين كتير طلعوا بسبب مجانية التعليم، ولكن احنا محتاجين مراجعة لنوعية التعليم. احنا بندرس ايه، والمدرس والمدرسة، وان احنا طول الوقت دروس وحفظ، وان مفيش انشطة تانية ومفيش تنمية تانية. يعني الوزارة اسمها التربية والتعليم، احنا المفروض تبقى وزارة الحفظ والشهادة الورقية فقط، لان احنا ما بنشتغلش على ولا على سلوكيات تربوية ولا على تعليم حقيقي. فدي كلها حاجات سوير، مش انتي موجودة. احنا مرة تانية اللي انتي قلتيه ده الحلم اللي احنا كنا عايشين عليه، ده اللي احنا كنا فاهمينه. حتى لما نيجي ننقد نقول يا جماعة احنا اسمها وزارة التربية والتعليم، احنا لما عندناش تربية احنا ما عندناش حاجة خالص، احنا ولا مجانية. هو احنا الفيديو اللي اتشاف ده بتاع الكام طالب اللي ظهر في الاستاد دي فيه مجانية تعليم؟ لا، ما هو لا، احنا احنا ما عندناش طب مجانية بس تعليم عشان يعني يا حق جماعة. حق المعرفة لازم نقوله للناس، لأن احنا اكتشفنا حاجات عن مستر ماجد. مستر ماجد عشان كده الأولياء الأمور بيحبوه، هو بيعمل مكافآت عالية جدا، يعني بيعمل مكافأة عربية، بيشتري للمتفوق عربية وعربية غالية، بيشتري آيفون أحدث شيء والغالي برضو، فهو عنده طرق تحفيزية، عشان كده الطلبة بيحبوه والأولياء الأمور بيحبوه. وهو نفى في تحقيقات النيابة إن هو بياخد 300 جنيه أو أكتر، لأن هو بياخد بشكل رمزي 85 جنيه. القصة مش في مستر ماجد واللي عمله، القصة في الأصل. الأصل هل إحنا عندنا مناخ يلقط أي ظاهرة استعراضية أو تحفيزية أو دروس خصوصية أو أي مكان، ولا ما عندناش؟ هو قصة سوير، الإجابة ما عندناش. قصة مستر ماجد هو فكرني، عارفين في قصص كده بتتقال عن التاجر الشاطر؟ التاجر الشاطر ده اللي يبقى عنده دكان بيبيع فيه حاجات كتير جدا والناس حابة جدا الدكان، بس الدكان غالي، فيقرر التاجر الشاطر يعمل اوفرز ويعمل ديسكاونتس على الحاجات اللي ما تفرقش معاه. ايه يعني ايفون ب 80 الف جنيه وهو بياخد 1,200,000 جنيه ولا حاجة؟ بس لا، التمانين بس الف لما جنيه انا عايزه اقول لك لما على حاجه، اسمعني بس، لما العربيه التمانين اللي الف جابها جنيه للطالب المتفوق السنه مليون اللي جنيه فاتت، استني بس، خليني مليون بس، جنيه طب خلينا بس عشان لا بس اكمل فكرتي، نبقى منصفين، حديك تكملي اكمل فكرتك، بس عايزه بس اقول ان هو الهديه العربيه اللي اداها السنه اللي فاتت لحد من المتفوقين كان بياخد معاه اونلاين، يعني ما كانش بيروح له هو وعد ان اللي حصص هيجيب كذا. الاونلاين للي ما يعرفهاش بتعدي الاور الدقيقة الساعة بس ب 500 مش على جنيه حسابي انا. لا لا، ازاي هو لا، بيدفع اونلاين بيحجز وقته؟ ده الاونلاين تيتشنج ده مش بيخش مجانا، لا بيتبعت له لينك بيخش زي الزوم اللي كنا بنعمله ايام يعني هو الكورونا. اوف كورس مش مفيش قناة حاجة. مفتوحة كده لا يا بنت، الفيسبوك هو اللي بيدفع ولا التيك لا. توك؟ لا طب ده طيب بيتبعت له دي لينك، معلومة انا ما اعرفهاش، ده الله بيتبعت له اعلم. لينك. المهم يعني فكرة برضو انا مش بلوم حد، انا بقول ان اصبحنا بنتعامل مع التعليم للأسف الشديد يا إما زي مستر ماجد كده التاجر الشاطر اللي بيدي حاجة عشان ياخد قدامها حاجات، فبالتالي أنا بدي العربية من 1,000,000 جنيه للمطالب المتفوق، التليفون الآيفون للشاطر، حلو ايوه بس، جدا، فده بس يطمع على كل حق، الآخرين، ايوه بس، فكل الناس تقول زي ما احنا بنقول ايوه كده التاجر على الشاطر مستر ده ماجد شاطر على احنا فكرة. الرؤى بالظبط. بس مستر ماجد انت مش تاجر، انت مدرس انا يعني ايوه تربوي، انا المناخ يعني خلى انا اللي انا ما بقدمه ينفعش، سلعة، اي ما اي انا في ينفعش. مناخ ايوه اديني سوير، ده ما خلاص، مرة تانية الوم عليه الاول ولا الوم على المناخ؟ انا الوم على كل واحد مشترك. ما هو الحرامي، ما الحرامي لما بيخش يسرق الوم على صاحب لا العمارة هو مش الشقة اللي حرامي، ساب ما الباب ينفعش مفتوح، نقول عليه وهلوم على حرامي. الحرامي اللي دخل سرق، وهلوم على البواب اللي عمل اللي كان نايم من بعد الظهر وما خدش باله من الباب. لا ده مش انا موافقة، انا إهمال الوم على كل ولا الناس. سرقة،
لا انا عندي مناخ غير سوي، انا هلوم على مناخك. الاول اصلح المناخ، لو انا صلحت مناخ وحصل حاجه زي كده يحاسب ده، لكن طول ما المناخ سامح بده يبقى حاسبه ليه. من فكره ان انا اقعد احنا كاعلاميين نقعد نقول تصحيح المناخ، انا مش عارفه نصحح المناخ ازاي، انا مش عارفه اصحح المناخ ازاي. لا ما لا انا عارفه اصحح، مش انا، انا احنا احنا أنا كمصريين أنا ك... احنا أنا كوزاره وكدوله النهارده في ثلاث اعرف كويس قوي اعمل ولادهم ماتوا علشان داخلين امتحان ثانويه عامه. النهارده في مهزله بتحصل على السوشيال ميديا لمدرس بيتحاسب وبيقول اصل انا بجيب ايفون وبجيب عربيات. طب يا عم شكرا، ما مش طالبين منك كده، اعمل اعمل دورك وروح المدرسة وعلم الناس. المدرسة الطلبة في الثانوية عامة ما بيحضروش المدارس علشان خاطر عندهم أولوية الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية يا عم انت بتعمل ايه؟ انا ما باكلش، انا ما بشربش، انا مرتبي قليل، انا ما عنديش فلوس، طب اعمل ايه؟ اكل عيالي ازاي؟ ها؟ نعمل ايه؟ بجد نعمل ايه؟ كله بايظ، هي سيركل احنا مش عارفين نخترقها. على كل حال اكيد الدولة تعرف كويس جدا تجيب نموذج وتطبقه، تعرف كويس جدا تعمل الشيء اللي يبقى بيخرج محتوى طالب عنده من مهارات التربية والتعليم والتطور والتقدم والنضج، وان هو بيخلق طالب سوي وصحي وصحيح. اكيد هم يقدروا يعملوا ده. التطور القانوني اللي حصل ان امبارح خضع مستر ماجد ده للنيابة العامة في اكتوبر واستمعت لاقواله ووجهته، وهو كان ردود ان هو بياخد 85 جنيه مش 300 جنيه، واخلت سبيله بضمان محل اقامته. ده اخر موقف. طب ثانية واحدة، وهل النيابة طبعا ما بتدخلش في شغلهم، لكن هل تم استفسار عن مين أكيد اللي اجر القاعة؟ اكيد ما هم عملوا كل الحاجات النيابه بتقدر. طيب. انها تعمل كل التحقيقات بدقه شديده. المهم يعني ان اللي انا عايز اقوله لكم، انا بتكلم بناء على ان انا ام وان احنا مصريين وده من حقنا ان احنا نعرف، ولازم الموضوع التعليم ده لازم يبقى ليه لجنه، مش عارفه مش ما اعرفش، بس احنا عندنا مشكله كبيرة.